السلام عليكم يا شباب، ان شاء الله طيبين وفي صحة وعافية. تحية صباحية لجميع من الشعب السوداني في الداخل وفي الخارج. اذا الصوت بتاعي واضح يا شباب، اتمنى شاكر لكم انه زولك لانه الصوت واضح. هتكلم على محورين. المحور الاول زي هي مثل سوداني بيقولوا، يعني قد يكون جزء كبير من الشعب السوداني سمعوا بيقول لك الطول النخلة، يعني زول طويل طول النخلة، والعقل عقل الصخلة، مثل سوداني. وحتكلم على جزئية تانية، أركان السقوط، واكتملت كل أركان السقوط الحكومة الحالية بشقيها المدني والعسكري، ما عدا ركن واحد. ده الوقت المفروض إنه الناس تتكلم عن الركن ده. أتمنى الناس تكون الصوت واضح بالنسبة لكم. طيب سلام عليكم يا شباب، تحية طيبة لكل السودانيين داخل وخارج الوطن، تحية بتاعت حب واحترام من العظمة بتاع ثورة 13 ديسمبر دي. انه في حقائق كثيرة او يعني في امثلة كثيرة الزول في حياته العادية ما بكون عارف معناها شنو، لكن بيكون شافها من يوم سقوط عمر البشير لحد الليلة، شافها على ارض الواقع. يعني الرويبضة، الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة صلوا على الحبيب المصطفى، الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما في معنى حديثه قال شنو؟ قال وينطق فيها الرويبضة، يعني ده من أواخر الزمن خلاص مع قيام الساعة، وينطق فيها الرويبضة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتكلم في شؤون العامة. دي شفناها في سياسة الأمر الواقع للمواطن السوداني. عارف معنى الرويبضة شنو؟ لو سألت أي مواطن من 40 مليون نسمة قلت لي أضرب لي مثال على الرويبضة طوالي، هيقول لك والله حميتي الجنجويد الرباطي، صح ولا ما صح يا جماعة؟ التافي يتكلم في شؤون العامة. شفنا حميتي بيتكلم في الاقتصاد، بيتكلم في الهندسة، بيتكلم في الطب، بيتكلم في الأمن والأمان، بيتكلم عن حقوق المرأة وهو أكبر مختصب لحقوق المرأة، بيتكلم عن الأمن وهو أكبر انتهاك للأمن السوداني، بيتكلم عن العدالة وهو أكبر عائق عن طريق العدالة. برضو من الحاجات اللي تعلم المواطن السوداني زايد الرويبضة التافه يتكلم في شؤون العامة. شفنا التافه وشفنا الذي يتكلم في شؤون العامة. برضو من الأمثلة أو من الأحاديث الزول ما كان شايفة القاتل الليلة من الشعب السوداني، عارف القاتل منو؟ عارف المختصب منو؟ دم الشهيد بكم ولا السؤال ممنوع؟ الليلة عارفين منو بعد دم الشهيد؟ الليلة لو سألت أي زول من الذي تنازل على دماء الشهداء حيقول لك أحزاب قوى الحرية والتغيير. فدي حاجات الزول بيتعلمها من حياته اليومية. برضو من الأمثلة اليومية بتاعتنا في مثل بيقولوا حبوباتنا، والله ما عارف إنه الناس تكون سمعته ولا ما سمعته، يقول لك الزول ده لايف مباغد يا محمد، والله بس الزمن في من كلام حبوباتنا. يعني زي المثل بيقول لك الصادق بنوم مبشي الهموم، يعني كناية على انه الصادق المهدي رئيس وزراء فاشل في حياته، لانه النسوان او الحكامات او حبوباتنا بيقوا يغنوا يقول لك والله الصادق بنوم مبشي الهموم، ما شايل الهموم، والمواطن جات سيرة شالت الخرطوم، كناية على الانقلاب بتاع الحركة الاسلامية. ففي مثال بيقول لك انه الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلة، يعني شوف زول طويل زول طويل، تقول خلاص الطول ده معناته زول عاقل، معناته زول فاهم، يطلع لك العقل بتاعه عقل بتاع سخلة، يعني عقل بتاع يعني بتاع حيوان، والحيوان زي ما يعني بدون مؤاخذة الحيوان ما عنده عقل للتفكير. فكلكم تابعتوا التصريحات بتاعت أركو مني مناوي اللي هو مساعد كبير مستشاري رئيس الجمهورية السابق عمر البشير، كلكم تابعتوا التصريحات بتاعت أركو مني مناوي اللي هو بقول لكم شنو، اللي هو تهديد صريح لأبناء الشعب السوداني. يعني انتوا طالعين في 19 ديسمبر ما تهبشوا لنا السلام بتاعنا. فده بديك المثل بتاع الطول طول النخلة والعقل عقل الصخلة، يعني زول تشوفه زي أركو مني مناوي القيادي ما عارف المرتزق وما عارف عنده جيوش وما عارف وين واتفاق السلام، تتوقع انه الزول اللي قدامك ده زول عاقل، زول متيور، زول عارف بيعمل في شنو، يطلع لك انه العقل بتاعه عقل بتاع صخلة. فالتصريح بتاع أركو مني مناوي تهديد واضح الليلة يا جماعة، الليلة كل أبناء الشعب السوداني بيتكلموا عن الإسقاط، إسقاط الحكومة الحالية بشقيها المدني والعسكري. حمدوك طلع عشان يعمل تخدير ما قدر، أحزاب قوى الحرية والتغيير طلعت ما قدرت،
احزاب غو الحريه وتغيير خوفت المواطن ما قدرت. طلع لك وجدي صامولة لجنه ازاله التمكين مخدر رجعنا الاموال، والاموال دي حتخش خزنه وزاره الماليه، والاموال دي يوميا حتلد، يوميا حتطلع لنا 10 مليار، 10 مليار حنوقف بها صفوف عباره عن مخدر. وبرضه ابناء الشعب السوداني يدعو الى الاسقاط. خلاص الحكومه الحاليه سقطت في قلوب ابناء الشعب السوداني منذ ان وقعت على وثيقه دستوريه تنازلت على دماء ابناء الشعب السوداني. ففي الوقت ده ما في حل الا يلعبوا لك على الوتر بتاع السلام وطلعوا لك المرتزق. طبعا قبل ما اخش اللايف بتاعي يا شباب، في ناس حتجي هنا، في ناس حتجي هنا حتقول انتوا زماني ما قلتوا انه والله العظيم ديل حمام السلام، زمان كنتوا بتصفوهم بانه هم حمام سلام. يا حبيبي ما في زول وصف، ما في زول امشي ارجع الصفحه دي، ما في زول وصف اركم اني مناوي بحمامه سلام، ولا في زول وصف جبريل بانه حمامه بتاعت سلام. امشي شوف الاوصاف دي طلعوها منو، طلعها لك الاحزاب، طلعها لك احزاب الحريه والتغيير، طلع لك الجداد بتاع دال الجماعه ديل. فكانت في معركه مؤجله يا شباب، زماني ايام سقوط عمر البشير كانت عندنا معركه مع الحركة الإسلامية وتناسينا إنه عندنا معركة مع الأحزاب. خشينا في معركة مع أحزاب قوى الحرية والتغيير، وظهر للعيان إنه أحزاب قوى الحرية والتغيير هي العائق قدام مطالب أبناء الشعب السوداني. فالحركات المسلحة أو المرتزقة زي ما أنا بوصفهم كلهم هم مرتزقة بتاعت حروب، كانت عندنا معهم معركة مؤجلة، زي أحزاب قوى الحرية والتغيير. كل الشعب السوداني عارف إنه أحزاب قوى الحرية والتغيير ما نافعة، ما في زول يوم سقط عمر البشير لو جيت سألته قلت له الصادق المهدي كويس حيقول لك الصادق المهدي كعب، وكان يطرد يعني. لكن الشعب السوداني أدى فرصة لأحزاب قوى الحرية والتغيير إنه تصهر وجوده للمواطن السوداني. يعني من يوم سقوط عمر البشير المواطن السوداني كان بعين، يعني امتحان مكشوف كان لأحزاب قوى الحرية والتغيير، امتحان مكشوف، لكن للأسف لم ينجح أحد. يعني امتحان مكشوف الإجابات معروفة بعد ده كله. أحزاب قوى الحرية وتغيير مارسة القباء السياسي، ودي المحصلة بتاعت الليلة، تسقط بس بشقيها المدني بأحزاب قوى الحرية وتغيير. فامتحان كان مكشوف وكان المواطن بعين، المواطن الامتحان الأسئلة بتاعت الامتحان شنو؟ حرية، عدالة، سلام، دولة ديمقراطية، ما دارين عساكر الليلة تسقط بس رص العساكر رص، حكومة مدنية كاملة بصلاحيات مدنية ما صلاحيات بتاعت عساكر، دارين دولة ديمقراطية، دارين إزالة تمكين لمصلحة المواطن السوداني، دارين مجلس تشريعي يمثل قوى الثورة. ده الامتحان كان كده. أحزاب قوى الحرية وتغيير مارسة الغباء السياسي، يعني الناس دارين عدالة قال لك لا عايزين نحن ضد العدالة، وهي زي ما انت شايف الليلة العدالة في الحكومة الحالية عدالة بتاعت الغوي يأكل الضعيف. انت غوي عندك مرتزقة عندك قتلة ما في زول بيسألك، انت ضعيف تحاسب طوالي. إزالة التمكين شايفين إزالة التمكين بتاع أحزاب قوى الحرية والتغيير، عليك الله الدين دي عليك الله، بس أقسم لنا معاك شوية عليك الله يا مامون حميدة، الدين قطعة أرض ما نافعة في أغاصي الأرض، ويحتفظ بالمستشفيات بتاعتك. فامتحان كان مكشوف والشعب السوداني كان بعين، الشعب السوداني وصل إلى غناء عين الحكومة دي ما حتمثل حاجة وقال تسقط بس. بعد شوية جت دور على المرتزقة، مرتزقة الحروب برضو. المواطن السوداني عارف، يعني المواطن السوداني ما غبي، عارف انه اركو مني مناوي كان مستشار رئيس الجمهورية عمر البشير. يا اركو مني مناوي، المواطن عارف المعلومة دي، انت كنت مستشار عمر البشير وكنت كبير مستشارية عمر البشير وخشيت القصر الجمهوري، خشيت القصر الجمهوري بحماية عمر حسن احمد البشير، وأديت القسم قدام عمر البشير، وما قدمت حاجة لما كنت مستشار رئيس الجمهورية عمر البشير. لعبيك عارفك مرتزق، عارف المرتزق عمر البشير قدر يقرأ العقلية بتاعت المرتزقة ديل. ما يا معا المرتزق ما عنده كرامة ولا عنده عزة ولا عنده نخوة، الحرامي عنده كرامة عنده نخوة، القاتل ده بيلقى فيه صفات بتاعت شنو؟ بتاعت كرامة وعزة وكرامة. المرتزق ده ما عنده كرامة لأنه كل مبادئه تخاتيها عارضة في السوق، عارضة في السوق، عايز ديمقراطية عارضة في السوق، عايز شفت شرف ببيع شرفه في السوق، عايز عدالة ببيع عدالته في السوق. فدائما المرتزق ما تآمن له، آمن للقاتل، آمن للمجرم، آمن للخائن ما تآمن له، لكن المرتزق ما تآمن له نهائي.
لانه المرتزق ما عنده امان، امانه اللي بيدفع اكثر. ده الظاهر اسعد الناس. اقول لك زمان قلت لا، هم مرتزقه بتاعت حروب والمبادئ لا تجزا. يعني انا لما اقول انه حميتي جنجويد رباطي وحميتي مرتزق، انا ليه صنفت حميتي انه مرتزق؟ ليه صنفت حميتي انه مرتزق؟ لانه حميتي ببساطه حميتي بتاجر بجنوده، بيدرب جنوده، ببيعهم في سوق النخاسه، بيمشي الامارات زي لغه الجاهليه زماني. مش بتلقى انه واحد في سيد القوم وسايق معاه عبيد بيمشي ببيعهم في سوق عكاظ وببيعهم في 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 حضرموت، انه عبد فاشتروا بي اعراب الجاهليه ديل، اعطيني هذا العبد. صح، ده بيعملوا حميتي، بيشيل المرتزقه بيمشي سوق النخاسه القاعد في الامارات. والله هذا عبد، والله هذا عبد شديد ما عارف الباس، يلا انا ابقى هذا العبد. اجوا العرب ديل بيشتروا العبيد بتاع حميتي ديل، المرتزقه بتاعت حميتي، برسلوهم اليمن وبرسلوهم ليبيا. فانا صنفت حميتي انه هو مرتزق على هذا الاساس. اركم اني والناوي مرتزق. والشعب السوداني ما نسى الحاجات دي، ما نسى انك مستشار رئيس الجمهوريه، ما نسى انك انت في الفتره بتاعتك لما كنت مستشار رئيس الجمهوريه ما طالبت بعداله. انت لما كنت مستشار رئيس الجمهوريه الوقت ده عمر البشير ما مرتكب اباده جماعيه؟ هل جيت طالبت بضحايا الاباده الجماعيه ولا خشيت القصر الجمهوري، ركبت العربات، ادوك الحرس بتاعك، قعدت ونسيت القضايا؟ فعلا قعدت ونسيت القضايا. حتى المرتزقه بتاعين الجبهه الثوريه ديل لما ثوره 13 ديسمبر كانوا قاعدين وين؟ اركمني والناوي 13 ديسمبر مواقفه كانت شنو؟ ياسر عرمان 13 ديسمبر مواقفه كانت شنو؟ جبريل الكوز بتاع الترابي 13 ديسمبر لما بدأت في الدمازين مواقفهم كانت شنو؟ حرق دار المؤتمر الوطني في عبرة مواقف الجبهة الثورية كانت شنو؟ الشعب السوداني عارف انه لما بدأت ثورة 13 ديسمبر هؤلاء المرتزقة كانوا قاعدين في أديس أبابا بقيادة الصادق المهدي، المرحوم الصادق المهدي، كلهم لما بدأت 13 ديسمبر وكان الرصاص مدور في ابناء الشعب السوداني كانوا المرتزقه ديل قاعدين في اديس ابابا في فنادق اديس ابابا بيعملوا شنو؟ كانوا قاعدين موقعين على اتفاق اسمه اتفاق خارطه الطريق مع الحركه الاسلاميه. يعني الناس اللي بيقاتلوا ديل قعدوا خلاص وصلوا الى اتفاق مع الحركه الاسلاميه، اتفاق يؤدي الى السلام اللي هم دايرينه ده. طيب الاتفاق ده بتين تم نقضه؟ تم نقضه والله العظيم ما في ديسمبر ولا في يناير ولا في فبراير. يعني بعد مرور 3 أشهر من قيام الثورة السودانية كان الاتفاق بين الجبهة الثورية ونداء السودان وحكومة عمر البشير بقيادة عمر البشير كان ساري المفعول. ما تم نقض هذا الاتفاق إلا شهر 3، يعني شهر ديسمبر جانيوري فبريوري، بعد 3 شهور بعد ما العالم كله اقتنع ان عمر البشير ساقط. ديل جو طوالي خلاص بدل عمر البشير ساقط انا ليه اقبل باتفاقيه مع رئيس ساقط؟ وتم نقض الاتفاقيه في شهر 3 لما شهر 3 كان مات ما مات وضرب ما ضرب واغتصب ما اغتصب من الشعب السوداني. بعد ده كله الشعب السوداني ما تكلم ولا الصفحات دي اتكلمت في المرتزقه بتاعت الحروب. خلاص المات زمان خلاص. عسى ولعل انه الناس دي يتعلموا من ثوره 13 ديسمبر، عسى ولعل انه يتعلموا من تجربه الاحزاب السياسيه. امتحان مكشوف، دارين حريه سلام وعداله، الليله تسقط بصر وسط العساكر الرص، مدنيه كامله، احزاب قوى الحريه والتغيير مارست الغباء السياسي وسقطت في الامتحان. بعد ده كله مرتزقه الحروب ما تعلموا، يعني ما تعلموا من سقوط عمر البشير، ما تعلموا من انه القاتل ما عنده ولا. يعني عمر البشير ده جاب ناس اركمني مناوي وجاب جبريل وجاب ياسر عرمان ده، دخلهم القصر الجمهوري، مالك عقار ده عمر البشير نصبوا والي على ولايه النيل الازرق، لكن دائما القاتل مرتكب الاباده ما عنده ولا. كانت الولاء شنو في الوقت ده؟ انه عمر البشير استخدم مرحله من الزمن، لانه يا جماعه الطول طول النخله والعقل عقل الصخله. عمر البشير عارف المرتزق دار شنو، اركمني مناوي دار شنو، عارف انه مدار سلام، عارف انه البضاعه بتاعته عارضه،
عايز عربية، داير كرسي، عايز منصب، داير مقاعد في المجلس التشريعي، داير اخش الانتخابات، داير تديني اموال، داير تديني قروش، وطيب وضاعة، سهل جدا انك تشتري الطرف الاخر. عمر البشير جاء اشتراهم بالاموال، دخلهم القصر الجمهوري، استفاد منهم مرحلة مرحلتين ثلاثة. في النهاية عمر البشير عمل بهم شنو؟ شالهم رماهم عكس الهوى، لانه مرتزق بتستخدمه مرحلة من الزمن وبترميه. ده المرتزق كده. يعني حميدتي ده قاعد يقاتل في اليمن وقاعد يقاتل في ليبيا لمصلحة الامارات. الامارات بتصل مرحلة ما عايزين مقاتلين نقل، خلاص فينش انتهى. صح والله ما صح يا جماعة. فالفترة من سقوط عمر البشير لحد الليلة كل ابناء الشعب السوداني ولجان المقاومة لم يتكلموا في اي شأن يخص الجبهة الثورية. معركة مؤجلة، الشعب السوداني اداهم فرصة عشان يثبتوا حسن نواياهم وسقطوا. سقطوا جو وقعوا في نفس المستنقع. عشان كده طلع لك اركو مني مناوي قال لك شنو؟ نفس قال لك اي دعوات ل 19 ديسمبر لو هبشتني انا حنطلع لك مواكب بتاعت شفت تقعد بس ما تربيت البشير يا جماعه. مذكرين اواخر ايام عمر البشير كانت بتطلع المواكب الليله تزغط بصرص العساكر الرص، كانوا الكيزان بيجاي مع ناس عمر البشير ومع ناس صلاح قوش بيطلعوا لك الكيزان الزواحف تحت شعار تقعد بس. يعني كان في فريقين مذكرين. عمر البشير فات كسله جمع الناس ودفع للناس تقعد بس تقعد بس تقعد بس. عمر البشير في اواخر ايام حام كل ولايات السودان وكان بيحشد تقعد بس. رجعنا الى المراحل دي، رجعنا الى الذكرى دي، ذكرى تقعد بس تضغط بس، الثوار تضغط بس، المرتزقة والعملاء وعملاء البرهان تقعد بس. ده كلام اركو مني مناوي. يعني طلعتوا عشان تقولوا تضغط بس حنطلع ناسنا تقعد بس. تربيت يا جماعة، تربيت يا جماعة، دي تربيت الحركة الإسلامية يا جماعة. زول خشة وأكل ولبس ونام مع عمر البشير ونام في حضن عمر البشير حيكون صفاته وتصرفاته نفس تصرفات عمر البشير. عشان كده اركو مني مناوي قال لك الكلام ده، تقعد بس تضغط بس. ما قادر يتعلم من انه الحشود الزائفة ما بتصنع انتصار، وما قادر يتعلم من تجربة عمر البشير انه طلع كل الزواحف في كل ولايات السودان وصرف فيهم الاموال واداهم حق الفطور وحق الغداء وحق العشاء، وفي النهاية سقط عمر البشير لانه القضية كانت قضية حق، لانه القضية كانت قضية شعب، ما كانت قضية بتاعت شرذمة من الناس. طيب الليلة كل الدعوات أنا تابعت كل الدعوات اللي بتدعو إلى إسقاط الحكومة الحالية ما تكلمت عن السلام. ما في زول يتكلم عن السلام، ما في زول قال إنه يسقط السلام. طلع لك أركو مني مناوي قال لك إنه دي حاجة بتأثر على السلام. دائما يا جماعة الزول اللي بيكون عامل حاجة غلط بيكون عارفة. يعني أنت الليلة ماشي في الشارع، ماشي في الشارع وما عامل أي حاجة، ما عامل أي حاجة غلط، لا سارق لا ضارب لا موقف عربيتك غلط، زول ماشي مع القانون، ما في زول بيسألك، لقاك عسكري في الشارع قال لك حبيبنا أقيف، انت حتخاف؟ حتخاف تقول لا والله ما عندي حاجة، فتش جيوبي، والله العربية فاضية، والله ما سرقتها؟ ما حتقول لي كده. بوليس وقفك ايوه نعم يا باشا، بيسألك سؤالك وبتمشي لانك انت عارف نفسك ما عارف عامل حاجة غلط. لكن لما يكون زول حرامي سارق لي من بزول وحايم في الشارع لسه الحاجة اللي قام سرقها دي ما دساها، أول ما البوليس يوقفه والله ما أنا، والله ما سرقت الموبايل، والله ما سرقت بيت النازل، طوالي بيحترم الجريمة بتاعته. أركو مني مناوي طوالي عارف إنه السلام بتاعه ده سلام بتاع كراسي، أصلا ما سلام بتاع قضايا، هو ظاهر جدا ظاهر جدا ده البوادر بتاعت السلام. يعني سلام ما بيحفظ دماء الناس اللي هناك، ده الفائدة منه شنو؟ يعني الناس قاعد تموت برصاص جنجويد، برصاص مرتزق، الناس قاعد تموت. طيب السلام اللي انت وقعته ده عشان تعرف انه هو ما سلام بتاع قضايا، سلام بتاع ارتزاق، سلام بتاع عمالة. الناس ديل هؤلاء المرتزقة ما كانوا قادرين يخشوا الخرطوم، ما قادرين يخشوا السودان اصلا. اركو مني مناوي قاعد في ليبيا، مرتزق هناك قاعد في ليبيا، جبريل قاعد في حضن قطر بياكل من حضر الاخوان المسلمين، ديل حايمين بين الامارات ومصر والسعوديه بيبيعوا في البضاعه بتاعتهم كمرتزقه. وده بوريك انه الليله الجبهه الثوريه لما جات خشت الخرطوم اللي هم لما جات وقعدوهم في الفنادق، منو جاب ناس الجبهه الثوريه؟
لولا ثورة 13 ديسمبر التي أسقطت نظام الحركة الإسلامية ما كان الناس دي الخشوة. وحتى بعد سقوط عمر البشير كان الكباشي عضو مجلس السيادة القاعد السعدة شال ياسر عرمان وشال معاه ناس الجبهة الثورية، شالهم خداهم في طيارة ونفاهم إلى دولة جوبا. من الرجع المرتزقة ديل إنه هم سودانيين وطنيين من حقهم يخشوا دولة السودان ثورة 13 ديسمبر وتضحيات ثورة 13 ديسمبر؟ لكن لما انتجي هل الجبهة الثورية الليلة بمن ناوي بجوطتهم بالمرتزقة ديل كله، هل فيهم زول مشى زار أسر الشهداء؟ ما في. هل فيهم زول مشى سار ضحايا ثورة 13 ديسمبر؟ ما في. ما في، ما عندهم علاقة كده. خلي ضحايا ديسمبر، الجبهة الثورية من يوم وقعت على توقيع الوثيقة السورية سافرت الإمارات على وفدين، وفدين مشوا وباسوا أيادي السيد الإماراتي، ما مرتزق، مرتزق على وفدين. سافروا دولة مصر برضو للشحدة. الجبهة الثورية قبل يومين بتدعو إلى إنه حتعمل جولة حول دول العالم. ليه؟ حايمين ليه؟ ماشيين عشان نشحد. طيب الجبهة الثورية بتين حتمشي تزور معسكرات اللجوء والنازحين القاعدة في دارفور هناك؟ هل الليلة أركم أني مناوي سافر شاف دارفور فيها شنو؟ هل جبريل شاف دارفور فيها شنو؟ والليلة سكان المعسكرات في دارفور هناك بيرفضوا خروج اليناميد. اليناميد الناس اللي قاعدين في معسكرات اللي جوا النازحين لو هو سلام حقيقي ما كان الناس اللي قاعدة هناك ديك بيقولوا لا اليناميد ما يطلع، لأنه الناس عارفة، عارفة إنه ده سلام جاب القاتل وجاب المجرم ما حيوقف حمام الدماء. قاعدين في معسكرات اللي جوا النازحين وشايفين، شايفين شايفين، شفت برا بين الأسواج بتحت المعسكر شايفين الذئاب والكلاب والأسود، شايفينهم قاعدين برا، الذئاب بتاعين الجنجويد والذئاب بتاع كلهم شايفينهم. ده الناس اللي كانوا بيقتلوهم وبيطالبوا كانوا بيقتلوهم وبيغتصبوهم. الليلة سكان المعسكرات يطالبوا بقعود اليوناميد، لا واثقين في جبهة ثورية، لا واثقين في جيش سوداني، لا واثقين في جنجويد رباطة، ويجي يطلعوا لك ويقول لك السلام سمح. يا تو سمح، يا تو سلام سمح. السلام اللي بيخلي الناس تقول لا دارين اليوناميد يقعدوا يحمونا لانه نحن ما في زول بيحمينا. السلام السمح اللي بيجوا قادة الارتزاق يخشوا القصر الجمهوري ويرتزقوا عند دول العالم الخارجي وما يمشوا للمناطق دي ذاتا. ليه الاركم ما مشى؟ جبريل حتمشي بتاني؟ يا جبريل بتين حتمشي تزور المعسكرات؟ اركم اني مناوي بتين حتمشي تزور المعسكرات؟ لانه ده الارتزاق يا جماعه. زي ما قلت لكم الحرامي لما انتهبشوا شنو؟ طوالي انا والله ما سرقت، انا والله يا ترى ما سالتك من سرقه، انا جاي اسالك من شارع. طوالي طلع لك الاتفاق بتاع السلام، لانه السلام سلام الامارات في المقام الاول، ودينا اتكلمنا عن الكلام ده مليار مره. السلام ده يعالج جذور الازمه الاماراتيه. سلام قاعد في السفير الاماراتي بيراجع كل البنود، لانه اللي بيدفع، لانه هو اللي بيدفع على مناوي وهو اللي بيدفع على جبريل وهو اللي بيدفع على ياسر عرمان. الليله اركم اني مناوي جاي يهدد ابناء الشعب السوداني، واخر طلقه، اخر طلقه ضربها مناوي في قوات عمر البشير كانت من 2014. تعال يا مناوي، تعال تعال ورينا اخر رصاصه جنودك اطلقوها ضد عمر البشير بتين 2014 بدايه الازمه الليبيه، بداية الأزمة الليبية دي آخر رصاصة. ولا ده أنا متأكد لك إنه من 2014 لحد الليلة مناوي ما فك رصاصة واحدة، رصاصة واحدة على كوس مناوي ما فكها من 2014. الأزمة الليبية كان موقع اتفاق مع عمر البشير، خلاص سمنا على عسل عمر البشير، واعدهم في 2020 إنه أجيبكم كلكم يا حبايبي يا 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 حلوين، كلكم تكونوا في حضن عمكم عمر البشير. من 2014 مناوي ما ضرب طلقة واحدة ضد قوات عمر البشير. كفاحك المسلح اللي انت بتتكلم عنه ده 30 سنة ما اسقط نظام عمر البشير، اسقطوا ابناء الشعب السوداني. عارف اسقطوا ابناء الشعب السوداني ليه؟ لانه الخطابات اللي كان
الثورة السودانية متبنيها خطابات قومية، ما كانت خطابات هامش ومركز، ما كانت خطابات، لأنه دي العقلية، دي ثورة الوعي بتاع الشعب السوداني. لما الثورة طلعت كانت الشعارات قومية، الليلة تسقط بصر العساكر الرص، ما تكلموا على عيش وخبز، كانت الشعارات شنو؟ يا العنصر المغرور كل البلد دارفور، كلام انتهى. لكن انتوا 30 سنة بتغطوا في عمر البشير وبتزرعوا في الخطابات العنصرية، مركز هامش جلابة، انتوا الليلة نايمين في حضن الجلابة. منو الجلابة في السودان الليلة؟ الجلابة منو المتحكمين في شأن السودان؟ البيوت الطائفية، بيت الصادق المهدي، بيت الميرقني، بيت الدقير، ديل المتحكمين في السودان، ديل هم اللي بتقول عليهم، ديل اللي بتقول عليهم انه ديل الجلابة. انتوا الليلة مرتزقتكم نايمين في حضن الجلابة، نايمين في حضن الصادق المهدي، ما نايمين في حضن الترابي، ما نايمين في حضن الوطن. فما تهدد أبناء الشعب السوداني، ولا حتى السلام اللي انت تتكلم عنه ده سلام لم يتم إجازته من مجلس تشريعي، ده ما سلام بيمثل أبناء الشعب السوداني. انت الليلة السلام اللي دار تخويف بها أبناء الشعب السوداني سلام جايبه جنجويد رباطي، سلام جايبه قاتل ومختصب وفي نظر أبناء الشعب السوداني قاتل، سلام يشرع مليشيا جنجويد. يعني انت جايين بسلام يا 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 مرتزقه الحروب، سلام يدفع ثمن ابناء الشعب السوداني الى ان يرث الله الارض، محترفين بدوله الجنجويد، سلام يحطي حصانه ويمنع عمر البشير من التسليم الى الله. هاي نفس اللي بيتكلم الليله ياسر عربان يا ملك يا 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 اركمني مناوي، قبل ما تهدد ابناء الشعب السوداني هدد المجلس العسكري بتسليم عمر البشير الى الله. مش ده مرتكب اباده جماعيه؟ والله ما حصلت اباده جماعيه في دارفور. فده المثل الحقيقي بتاع انه الطول طول النخله والعقل عقل الصخله. بنتعامل مع ناس عقولهم عقول زي كده، عقل بتاع صخله. وعندك يا 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 الجبهه الثوريه عندكم خيارين كلاهما مروا. ده رسالة لمناوي، رسالة لجبريل، رسالة لكل المرتزقة اللي قاعدين في حضن البرهان. عندكم خيارين لا ثالث لهما، وخيارين كلاهما مروا. الخيار الأول، الليلة كل أبناء الشعب السوداني بيدعو إلى الإسقاط في 19 ديسمبر، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص رفعت الأقلام وجفت الصحف وسقوط، وكل لجان المقاومة في كل ولاية السودان بتدعو إلى الإسقاط، خلاص ما في حاجة تقال، لا صوت يعلو على صوت الشعب. قال إسقاط، قال تقعد، بس خلاص ده صوت الشعب. عندكم خيارين يا جبهة ثورية، يا جبريل، يا مناوي، يا عرمان. الخيار الأول إنكم تمارسوا القباء بتاع المرتزق. دائما المرتزق عنده غباء يا جماعة، زول المرتزق عنده غباء، ما بشغل مخه ليه؟ لأنه بده تعليمات، لأنه مسير ما مخير. يعني الليلة أركمني مناوي ده مسير لكن ما مخير، ما عنده خيار، ما عنده خيار انه يبقى كويس ولا يبقى كعب. الليله جبريل ده مسير ما مخير، ما عنده خيار انه يبقى كويس ولا يبقى كعب. المسير هو الزول اللي بيدفع له، الزول اللي بيدفع له هو اللي بيسيرك. كلنا عارفين انه اركمني مناوي من 2014، من 2014 قواته ما قاعده في السودان ذاته، قواته ما قاعده في السودان، قواته قاعده في ليبيا. عشان كده تلقى انه العقليه بتاعت مناوي بقت متاثره بالشأن الليبي. كلنا شايفين انه الغزافي كان الحرس بتاع الغزافي نساء، مع احترامي للكنداكة، لكن هل الليلة بيشوف انه الليلة الحرس بتاع مناوي برضو نساء؟ هل ده جانب من تعظيم المرأة؟ لا، ما من تعظيم، ده لأنه كان شايف، لأنه عاش في ليبيا فترة طويلة، لأنه الليلة عاداته حتى لهجته بقت لهجة ليبية. من 2014 قواته قاعدة في ليبيا. هل الليلة نحن في ليبيا عندنا لجان مقاومة في ليبيا؟ هل منطقة ليبيا هل منطقة ليبيا منطقة سودانية؟ لا، مناوي لأنه الزول اللي بيسيره قال لي أمشي هناك، أنت يا مناوي أنا عايزك تكون في ليبيا. واحترف مناوي أنه عنده قوات قاعدة في ليبيا، وكل العالم الخارجي، كل الصحف، حتى الحكومة الليبية الشرعية بتتكلم على أنه قوات حفتر، حفتر بتتكون من جنجويد ناس حميتي، وبتتكون من بعض قوات الجبهة الثورية. فعندك خيارين يا مناوي، انك تمارس القباء بتاع المرتزق لانك مسير وما مخير،
وانك تمارس نفس الغباء بتاعك، تقعد بس وتسقط بس اللي استخدمه عمر البشير، وانك تلعب على اوتار سلام زائف، وحتلقى نفسك في سلة المهملات. ده بل واضح كده، حتلقى نفسك مع البرهان، مع حميتي، مع احزاب قوى الحرية والتغيير، ستسهب غير مأسوفا عليها. مختصر جديد. اول خيار الثاني انك تنحاز الى مطالب الشعب. الشعب قال تسقط، تطلع تقول تسقط زيه. لكن هنا الخيار، قلت لك خياران ام كلاهما مر. هنا حيزعل. منو اللي حيزعل؟ حيزعل السيد. يعني تخيل انه مناوي يطلع يقول ندعو الى اسقاط الحكومة الحالية نزولا على رغبة ابناء الشعب السوداني. هناك الاماراتي حيزعل. اللي بيدفعوا باكل وبشرب حيدفع. فعندكم خيارين تختاروا، يا تختاروا الشعب السوداني، يا تختاروا الصف بتاع القتلة والمرتزيق والجنجويد والدعم الإماراتي. وتعلموا برضو، تعلموا، لأنه العقل عقل صخلة بيوريكم. اتعلموا إنه عمر البشير في أواخر أيامه كان قائد القوات المسلحة، وقائد الدعم السريع، وقائد عبد الفتاح البرهان، وقائد كتائب الظل، وقائد الدفاع الشعبي. وثلاثين سنة كنت بتقاتلوا فيه يا جبهة ثورية، ما قدرتوا تخشوا بمطار الخرطوم. طيب عمر البشير كان مدعوم من